بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. هاي سامة تنسية دي بقى لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بقى حلفت حلقات دي بناي مصدرنا التوحيد دي بنتهاج عنا وبينها تم مصدرنا لغتا وسبا لغت بيلو تم مصدرتا كلمة التوحيد ومن وحد يوحد مع التبيلو وتا جعل الشيء واحدا او لا شيء اورو او الدايو مالتو لانه الله سبحانه وتعالى اوروتو. والحقيقه كله كمان اللي قلت حقق لازم ابن في واثبات قبي بيلو لا تنافي هي هلا لا تبل لا لا تبل واثبات اللي تو او توت لا تبل بو هنا لا يعني دي متحقق بان لا اله الا الله لا اله بان من قبلنا فانا ولكن الا الله بان من استثنينا كمان اثبتناه لان الله سبحانه وتعالى حي دائم تو و العبادات قلت استحقه تو واحد احد سمته. وكمان لتوحيد لبلوه تو افراد الله بالعبادات يعني لسبب شريعات وسبب اصطلاح لبلو التوحيد هتو إفراد الله بالعبادات يعني تخصيصنا يا رب العالمين. إذا رب العالمين يقولوا أبن ومفردوا واحد ولا شريك لأبو إن دبيلنا ربي يقولوا لا تخصص تا توحيد وحدانية. إذا ربي لا يتعثوا قدام لبعد يعني وحدانية دي مثل ربي أو دي ربي لا شاركوا دي بقى لأبوني معناها يعني وهتا نعبد الله وحده لا شريك له إطلاقا ولا نشرك به شيئا لا نشرك به نبيا مرسل كما لبينا ولا ملكا مقرب ولا رئيس ولا ملك ولا أحد ولا من المخلوق ولا فرد ولا أي شيء. يعني الله سبحانه وتعالى بعبادة فردة وبمحبة فردة وبتعظيم فردة وبرقبة وبرهبة ويعني هتوت انا مستحق الا كله بالله اللي تفرد ولا بكل بال اللي تفرح ولا كل بال اللي تفتي لعبادات اقول لك تبابو وبيلا وتا افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من التوحيد خصوصياتنا رب العالمين تبوتا بيلو سلس نوعتا منا انواع التوحيد سلس نوعتا بيلو لنوع الاول بيلو توحيد الربوبيه اهل العلم وصاحب الكتاب لانواعنا التوحيد سلسه بيلو انواع التوحيد كم تنبيهنا دي لتوحيد بيننا من قبل ثلاثة توحيد ميت بيننا توحيد الربوبيه وهتو افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير يعني ربي موحده ابن موحده انه الله سبحانه وتعالى خالقته ومالكته ومدبرته ورازقته ومحييته ومميته. عشان كده رب العالمين اللي بيلا الله خالق كل شيء والله سبحانه وتعالى لبل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا هو لبل الله سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ولبل الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ولبل الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى كل شيء لخلقه توتو والله سبحانه وتعالى لرزقه توتو والله سبحانه وتعالى لملكه توتو والله سبحانه وتعالى لأمر من بعد ومن قبل كل أقلوته اللي توحيدنا يا ربوبيته توحيدنا يا توحيدنا كالاي توحيد الألوهية وهتو برضو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. يعني لها بأن إفرادنا يا رب العالمين وعبادتنا يا رب العالمين وتوحيدنا يا رب العالمين بخلقت وبملك وبرزق وبتدبير وبال دي بنسالة يعني لا توحيدنا يا ألوهية لا 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 كالاي هيتو لعبادة قلوا لي تتصرف لا معبودة إلا الله ولا تصرف العبادة إلا له. يعني العبادة هيتو تتعبد وقلوا تتقبي وقل وديبو تتقرب تقرب به ديب رب العالمين دام بعبادة تتقرب وقل رب العالمين لعبد و
يقولوا استحق لتفائلي لنعرك الايتو لتوحيدنا الوهيه لعباده رب العالمين تا معناها لثال ساي توحيد الاسماء والصفات ويتو افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك باثبات ما اثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل الله يعني ولله الاسماء الحسنى بل الله سبحانه وتعالى ثلاث قسم يقول توحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه بيننا معناها خالق رازق محيي مميت مدبر كل شيء توت بيننا توحيدنا الالوهيه لعباده اقلوتا اله معناها يعبد لتعبد ولا عبادة مبال يقول لك الأوري تقبي إذا لسأل ساي كمان بأسماء لنايو بصفات لنايو بهتر الأستحقة ونوصفه رب العالمين كريمته رحيمته لطيفته عزيزته جبارته أسماء الله الحسنى هليت كلها إلا نايوته وصفات كمان هليت قلو الله سبحانه وتعالى سميع بصير لكن كفا سمع كفا لرأي كفا تأديو كفا اللي ينبلني عشان كده بيلو ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل قلنا نشبه وقلنا نمثل واللي يقب أنا قل مين رب العالمين بيلينا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم واللي توحيدنا اللي هي يعني لمشركين بدو ديبو والنبي صلى الله عليه وسلم عقوا ما لتوحيد إلا أبا يعني استباح يوم دماء من قبل وأموال من قبل وأرض من قبل لأنه يعني تعبادة يعني أشكال ود علو ومن غير الله لعبد علو وعشان كده الله سبحانه وتعالى حقوا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هاجموا وهو الرسول عسم دي مدينة مات أو هو الرسول قال دين قال عطلوا وقال دين قال عبطروا وقال خير قال عبطروا الرسول صلى الله عليه وسلم قاوم يوم لدين داين رب العالمين قل اثبت واللي هني توحيد عشان كده رب العالمين قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله لرسول لرب العالمين للكم ولقد بعثنا في كل أمة دي بكل الأمم رسول لأكنا قلا إن اعبدوا الله رب عبده رب فرهو يبقى رب أعبده ربيت اللي تعبد لبلهم على وتم أصنام العبد علو لمشركين مالته فالعبادة يعني انبلغ رب العالمين يقول اورو يصحح يقول اورو يتوجب وبالعبادة الا ابا يعني لا استهترا وبالعبادة الا خلل ودد يبا وسني بقبيلها با واشراك لا اعتد يبا واشكال لا اعتد يبا توحيدنا الوهية الكباب توحيدنا ربوبية الكباب توحيدنا اسماء وصفات الكباب يعني الانسان اللي يعني دي مشكلتكم سهل لنا أمر لكن الإسلامي إقرار كامل لأقر اعتراف كامل لأعترف أن الله سبحانه وتعالى كامل توب توحيدنا ربوبيته توحيدنا أسماء وناي صفاته وبلوهيته اللي ربيت له أستاهله وربيت له أوجديه عشان كده حنا إلا رب الله بيليا ومن رب الله أتانا بغنيجيس تولى واجب لنا ولا قبأنا وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لرب العالمين ربكم عبده وشريكي تدو مثله الذي بنتهاج عنا كله كيف الله واحد أحد دي إلا كان إلا كفان أمرا ولا عبادات ولا أنواع ولا توحيد كفان وحده لنتهاج دي بعنا لكله الأنواع من نشرك النيريم والعبادات رب العالمين إذا كان نقصاصا عند بيناتو لأن الله سبحانه وتعالى لبل إنسان لمشرك لكافر خالد دي بنا دي بأسات دي بجهنم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى كم سر لبل هلا إنسان لمشرك إنسان لكافر خالد دي بجهنم ديب كفر لميت وديب شرك لميت يعني مصير يميت لرب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني لا توحيد أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى
أبوته رب العالمين كم سلب توحيد سنعته تلا أمر أبا دي بدينا ألبوني لأنه توحيد يعني لدين كله ديبو لتبني لدين كله ديبو قنط كل لدين ديبو لتبني لدين كله وعشان كده توحيد ضروريته هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.